كيقول بانه لو ما كناش دوزنا من مرحله ديال الاستعمار كنا غادي نبقاو غادي يبقى واحد الفرق بيننا وبين اوروبا اكثر من الفرق اللي كاين دابا. وبالتالي حتى رجعتم لواحد الروايه كانت تبعها العرويلية او كانت في واحد الوقت كتدرس في المدارس في التعليم الرسمي المغربي يدافع عبد الله العروي في الكتاب عن كاتب مغربي اخر اسمه ادريس الشريبي لانه ادريس الشريبي كان كتب روايه يتحدث فيها على ما والمغرب مستعمر انذاك بمعنى كان في تلك الروايه كان يتحدث عن بعض اوجه لا بين نسميها اوجه التخلف داخل الاسره المغربيه استبداد ديال الاب المنع ديال البنت من الدراسه. ولدي سؤال، هل يمكن ان نعتبر التطور التكنولوجي عاملا قد يؤدي الى التخلف وخلال الحداثه التي نتكلم عنها بفعل مثلا العيش في مجتمع يصبح تكنوقراطي بطريقه تدريجيه ويصبح الرجوع الى الوراء غير صالح للمجتمع ويمثل هذا خطا فادح الى ضرر ان عدم الرجوع الى التاريخ والتراث يؤدي الى الوقوع في نفس الاخطاء التي ارتكب لها سابقا في تاريخ الحضارات. سؤال وسؤال كبير للامانه وسؤال مربك جدا. شوف مثلا ماشي جميل زعما كتطرحوا شي اسئله اللي هو في الحقيقه يبدو ملكا الان في العالم كامل زعما كتطرحوا طبعا كتطرحوا انتم بطريقتكم ماشي بطريقه كيفاش كتطرح في كونتر بارونتيز اللي كنسميوها حنايا في المجتمع العادي اللي فيه علماء الثقافه والفكر وكذا كتطرحوا بطريقتكم ولكن هو نفس الان اللي كتكلموا على التطور التكنولوجي اللي كبير اللي وقع. هذا التطور التكنولوجي في واحد الوقت شنو كان عندنا؟ كان عندنا المجتمع كيف المجتمعات كلها او تاريخ الفكر كله كان هناك نوع من التوازن بين التطور الذي يقع في مجال الفكر وفي مجال الفنون وفي مجال الادب.